الله مولانا وكافل أمرنا في هذه الدنيا وبعد فنائي، بشرى لنا إنا وجدنا مؤنسا ربا رحيما كاشف الغماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أعزائي المشاهدون الكرام، يا إخواني وأخواتي، بفضل الله ينانا خليفة المسيح الخامس حضرة ميرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصر العزيز أن سجل برامج الأمازيغية. الحمد لله، فضل من الله. الأمتيي زي البداية جواغارنغ بول برامج الحلقات سلأم اللغة الأمازيغية. غارنغ أمازيغيين في أوروبا دي هولندا، بلجيكا، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا. الأمازيغيين كالطاس كثير دي أوروبا، وكذلك دي المغرب، الجزائر، تونس وليبيا، موريتانيا والبلدان النيضا. بأن غارنغ الطاس الأمازيغيين دي أوروبا خصوصا غاسن العربية، ولكن كثير أيضا وغاسن بول العربية، غاسن إلا اللغة الأمازيغية. مفهوم بأن لغة الأمازيغية يعني مفترقة دي اللغات المختلفة. دي المغرب يختلف اللغة الأمازيغية زي اللغة في زي الجزائر وتونس، ولكن ولو هكذا نفهمي ويويا خصوصا دي أوروبا غنغ اللغة تاريفيت تقريبا 99% الأمازيغيين تفهم اللغة، وكذلك القبالة دي الجزائر ماشي الصعب، ماشي الصعوبة غارسن أن فهمن نشين. أولا ميمي بذيخس الآية بأن يخرقان قد ربي زي نفس واحدة. الإسلام انتشر في أفريقيا الشمال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الوقت طويل ولكن إلى الزمان قصير، حتى زي الحجاز العرب أوضنت حتى المغرب، المغرب الأقصى. الأمازيغيين بسرعة وثفند أفواجا في الإسلام، نهني جاي جن شجعان وثفن حتى الأندلس. ذي التاريخ أنا في طريق بن زياد ابن خلدون ابن بطوطة ابن عربي عبد الرحمن الداخل، كلهم أتفض أصل إنسنز الأمازيغيين. نشين الأمازيغيين جوا غاسن بول مشكل
ليس عندهم أي المشكلة هذه التاريخ بأنهم أمازيغيين. والنين تقن النطق اللسان صل عربي سول العربية جسمنت العربي عرب انت جيجز العرب ولو تكون زي الأمازيغيين ولو أمازيغيين أكثرهم كفي الجزائر أتفذ ذي العلوم الجديد أتفذ أغلبية أصلهم زي الشرق من يعني عربي عربي والنساء ورن كأم اللغة يسور اللغة لسانه يسور اللغة العربية هو الأمازيغيين 1400 سنة جسور العربية والأمازيغية ممش نرجي جان شجعان وتفندي إسبانيا أتفذ إسبانيا المرابطون الموحدون كلهم ينا وتفندي إسبانيا سون دين العلوم اللي العلم الدين العلوم الدنياوي المادي حتى الاستعمار من فرنسا ذي المغرب والجزائر أول في التاريخ بذان ذي النظام الخط بأن هناك تفريق جاري عربي والأمازيغي أمازيغيين جا تحذن اتحادك العرب جوادين بول فرق أكعممشينا الرسول صلى الله عليه وسلم دي حج الوداع وذين بول فرق بين أمازيغي بين عربي وعجمي لا الفرق جاري عجمي وعربي ولكن التقوى تنيذ المهمة غريق الآية روخ نغي خرقان غد ربي من نفس واحدة أتغاد عود غاد غرغ الآية أني خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا بأن نشين بني آدم ذا القوم واحد وذن بالفرق إلا بالتقوى كذلك سبحانه وتعالى ذي المكر من الله يخرق اللغات مختلفة ذي العالم ولكن اللغات أي لغة أتفد العالم أتفد أصل نس ذي اللغة العربية اللغة ملهم من عند الله بأن أمازيغين ذي التاريخ ونكيرن باللغة الأمازيغية سيور اللغة الأمازيغية ولكن احترما اللغة العربية نشين للأحمديين ما يخفق خصغات سيور غنهارة خ مقدمة عن الأحمدية نغ دعوة إلى الأحمدية يعني ما هي الأحمدية من يعني الإيمان ما هو الإيمان وما هو الكفر من هو المسلم قبل أقبر أذسي ورغ خل مسألة من يعني مسلم خصغاذين غير جماعة الإسلامية الأحمدية أسسها مؤسس نس هو حضرة مرزا غلام أحمد من قديان المسيح موعود وإمام المهدي عليه السلام الآن المسيحيين تفندي الأفريقية الشمال تبلغن الدين المسيحية حماد هدان الأمازيغيين غيجة تاريخ 1400 سنة على الصراط المستقيم أثنهدان من الظلمة من النور إلى الظلمات يا الأمازيغيين الجماعة الإسلامية الأحمدية ذو ست التحت أتسمون أتجمع إيوذاني مسر من دي العالم الأمازيغيين وعرب المسلمين في أوروبا
وذي أي أنحاء في العالم، أي زاوية غاثة في دي العالم، من زي يبدأ القرآن الكريم ذي التوراة أتفض رب إسرائيل، الإنجيل كذلك رب إسرائيل، ولكن القرآن الكريم من غثفث يقار الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ذا إن الله سبحانه وتعالى خرقخكن دي الشعوب دي القبائل إلا أتعقرم أيويا لتعارفوا، ولكن الأكرم الأتقى جراون هو والنغاية التقوى، والله نتا عليم خبير. عليم خبير المعنى ذا بأن ويسن حد قلوب الإنسان إلى الله، الدين ليس جاري بين الإنس والإنس، ولكن إنسان وإنسان بنادمك بنادم، ولكن بين الإنس والله. ربي يعلم ماذي مين جاندي صدور النخ. نشين قبل أذات فغذي الموضوع الأحمدية والإسلام مين دي نرها نشين رخذي المغرب والجزائر دي أوروبا أنمون كأننا بنيان مرصوص ربني مون الصف يقسحن والقوة أن الشجعان أن بلغ الأخلاق ذي العالم ديوي محمد رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. نرها نشين بيننا جيرانا غانغ المشاكل بيننا. القرآن واضح، ماني غث عيش دي المغرب نيغ الجزائر نيغ تونس، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كذلك إن القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بأن إن سبحان الله وتعالى عز وجل النذا أرقوم ويتكار لا يسخر بقوم آخر، في مغار النساء كذلك بأن خصوص النساء ذي المسألة يا تثن ذي الموضوع انسباب وتكرن بو أيو يا لا النساء بالنساء والتشث أيو يا الإسم الألقاب باسم الفسوق بعد الإيمان. المؤمن نت المؤمن يتحب المسلم، مسلم أخو المسلم، ماني مديوسا كلنا نشن بني آدم. مين عنا نشن الأحمدية؟ الأحمدية إن شاء الله ذي الحلقات مقبلة أنسور مين عنا نشن نوست جيهنس أند أدمون أنسموني مسرمن مسيح موعود هذه سموني مسلمن هذه فسار القرآن تفسير مامش في فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم التفسير وتيف التناقض للآيات القرآن. و
وتف تناقضك الأحاديث. التفسير هذا يجمع المسلمين وجاذ يفرق المسلمين. التأويل هذا ياريم سرمن غربي سبحانه وتعالى. إنه مؤسس الأحمدية جاي جاء إلا عبد من عباد الله. أنت جاي جاء تابع محمد صلى الله عليه وسلم. جاي جاء فقط جاي جاء إلا هو مسلم. بأن نشي نسمى إخف النغ أحمدي أحمدية نشين دي مسرمن قبل أتسولخ الموضوع أيضا. إن شاء الله الأمازيغيين جيجان شجعان في التاريخ جلا يقدر أحد أخصني استعمار جت بلغ الأخلاق والإسلام دي العالم دي إسبانيا 70% أغلبية القوة من الأمازيغ. إن شاء الله القوة غاسن تعقب أذير النور فوق الأرض. يا إمازيغيين في المغرب والجزائر خصوصا وفي أوروبا مونث غار تمازيغ، ولكن لا تنسى ويتتوث اللغة العربية نتث أم اللغات كمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين سيد الأنبياء بين الأنبياء. كذلك اللغات العربية اللغة العربية كذلك نتاث ذا اللغة بين اللغات، ولكن تث الأعلى جري اللغات نتد أم اللغات. نشين سمنا نغ أحمدي وأحمدية. مسيح موعود حضرة مرزا غلام أحمد عليه السلام يكشان اسم أحمديين جماعة جماعة الأحمدية. أحمديين مسلمون الدين النغ دين الإسلام الحق. نشين الأحمديين نكشى الاسم يخف النغ اسم الجديد، ولكن الحسب نغل ملة غاري جاء اسم الأحمدي ليس بالمعنى ذا بأن غانغ الدين جديد. بأن ذي تاريخ الإسلام ذي تفسير تقليدي الله نتواسب الحدود والقرآن الكريم المحفوظ وغاس الحدود. التفسير القرآن ضرب حار البحر. كذلك الأحمدية يختلف ليس لأي مكان، ولكن يختلف زي التفسير تقليدي. بأن كثير زي التفسير تقليدي هذه استفد القصة هذه استفد كثير الأشياء للتفاسير زي إسرائيليات. الأحمدية نتا توست تفسير طاهر يفسر القرآن كامل بدون أي تناقض. التفسير خميت غاد تبع التفسير يهديك الله من الظلمات إلى النور يوسد هذي جمع الإيم سرمن. كذلك يوسد مسيح موعود يوسد الآيات السماوية زي السماء أديبيا بأن الله حي الله موجود بأن الله ذي الماضي جاي السور جاي السميع يتسجى والبصير يتوارى. كيف الآن يسور نغلى يتوارى ويتويري؟ كيف أتسند ذي الزمان ذي تعيش بأن الله السميع والبصير؟
حتى دغيسك ربي الإنسان مسلم متواضع من عند الله أديبيا بأن الله استجباس أي الدعاء بأن الله حي الله ديسبيا زكفوسينس بأن الإسلام أتفات فوز للعالم بأن الله ويجب المسلمين وحسن أخصن استعمار الكفار وكافرين للعالم هذه اسموني مسلما أديار الدين وكل موضوع من بعد الموضوع خل المسألة بأن نشين الأحمديين ذي مسلمان نشين ممش النيخ نختلف ذي المسائل أمشنا والتفسير كذلك الأساس نشين غارن المسيح الموعود إم سرمن مسلمين شيعة نخسني كلهم قارن ذي آخر الزمان أدياس إمام المهدي عليه السلام الفرق بيننا وبينهم نشي نقر بأن مسيح موعود حاضر يوسد حقدر وقته نهني قارن عاد أدياس بأن ما جاء حضرة مرزا غلام أحمد عليه السلام نتذ إمام المهدي والمسيح الموعود علينا أن نستخدم رعقر أنصنط أنستخدم ميم الزوغن لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير أولا اسم الإسلام الإسلام وجد اسم يكشان اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يكشيث الله سبحانه وتعالى ذي التوراة وكذلك ذي القرآن إني التابعين رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة كامل للصحابة دين في تبعا بأن أضغرغ الآية ذي القرآن يقار الله وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير بأن الله أين غسمان من قبل تجد ذي التوراة أيضا بأن الاسم يكشي ملة محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام ذيني غيت عن الإسلام هم المسلمين نيثني ذي المسلمون ذانيتا إن ربي جاهد في الله مرة قربي جاهد في سبيل الله من الفرق بين جاهد في الله وجاهد في سبيل الله كواعتصموا بالله كذلك القرآن تقرأ واعتصموا بحبل الله بأن معناها أي من غتخدمت في سبيل الله سل أموال نغس أي المسألة الوصول زغات صصفيض أورينش أي الوصول زغات صصفيض أورينش القلوب الصدور لتقرب غاربي هذا نسمت في سبيل الله ولكن الله يقال إنما الأعمال بالنيات تزي الشيوخ العلماء تقرأ القرآن تورد في سبيل الله ولكن في الحقيقة ليس في الله
نغ يعتصم بالحبل الله في الحقيقة لم يعتصم بالله. يعني ذا ذي المعنى جاهدوا في الله اعتصموا بالله، أي مسألة غات خدمت ذي عقل شنية، إن الأعمال بنيات أذيري بنية يصفا طاهرة في سبيل الله أذيري يا الله رضوان الله بالمحبة من عند الله. بأن نشين ذي مسرمن انتق لا إله إلا الله محمد رسول الله ذي الحلقة المقبلة خدسي ورخ المسألة أن عيسى يموث نغي الدار ختم النبيين، من هو مسيح موعود حضرة مرزا غلام أحمد، أي مسألة خسن سيور. ولكن رخ الأساس أن نبدأ أولا بأن تهمنانغ اتهامات المعارضين الأحمدية قارن بأن نشين ليس المس بأن نشين لسنا مسلمين، كيف نشين وجين بو ديم سرمن نشين ديم سرمن نشين تق لا إله إلا الله محمد رسول الله نؤمن دي كل مين دي يوم ننيم سرمن نرفض دي أي المسألة رفض نيم سرمن، ولو المعارضون الأحمدية ننا نغكني ذو الكفار نغثو سمت الدين الجديد نيخ نانا نغكنيو ذو المسيحيين المسؤول نشين الأمر نشيت غا ربي بأن يوذانا الإنسان قان منايا المعارضين والأعداء الأحمدية متعمدا سنن قارن الكلام هذا سنن بأن نشين من القلب وزي الأفواه نؤمن لا إله إلا الله محمد رسول الله. كذلك نتزاجى خمس صلوات الزكاة نتزوم شهر ذي عام كامل نتزاجى ذي الشهر رمضان نتزوم ذيس اسمح لي نتزوم ذيس الصوم شهر رمضان. وكذلك من يستطيع يقور غير حج مستطيع إليها سبيلا غير حج الحج هو من الفرائد أيضا. كذلك نؤمن بالله ملائك كتبه رسله يوم القيامة والتقدير. ولكن هل أي معارض أحمدي يسن العلوم الغيب يسن مين يجان دي الصدر دي الصدور النغ دي القلوب النغ؟ فقط الله هاجي سنن مين يجان دي قراون النغ. الله هاجي سنن مين نتفكر مين قار. مسيح موعود حضرة مرزا غلام أحمد عليه الصلاة والسلام ينا ذي الكتبينس يعني يني ذا نغي تهمن بأن نشين وجيدي مسرمن هامينينا اسمعوا الغاية الهدف ذا يديسك ربي إلا تجديد الإسلام إحياء الإسلام أد يحيى الإسلام وتجديد الإسلام. مين يعني تجديد وإحياء الإسلام؟ بأن ذي القرآن الكريم بيّن بأن خمق ربي والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها نخمق ربي خمز السماء ربي إتشانغت المطر أنزار لماذا إتشانغت الشتاء نغ المطر زي السماء إحياء زي البلد البلدان. كذلك خميد غيسك ربي الأنبياء هو أنت الملائك
تشؤور بنادم القلوب بنادم تارنت غير الحق تارنت غير حق تارنت غير الإسلام. كذلك خمي غير بح الإسلام الفوز الإسلام نخفوزنا الرسول لا أغلبنا أنا ورسولنا ربي بإن خمي غير بح الإسلام الملائك وقيمنت هوانتيت يعني تنزل ليس ك في البداية بأن أمخمني أنظر يهوى ودي قيمة دي هو الطاس أتفهم أمان ذي ثموث أمان ثموث هقى حتى من هذا ما ذي قيمة فوث أتفهم وغسب وأمان الماء إن شاء الله ذي الحلقة المقبلة أتسيرخ الموضوع بأن في الساعة عذان غروخ إلى اللقاء في الحلقة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.